والله ما ظبطتش شخصيتي انا نسيت صاحب كان مش شغال طبعا على فكره شويه مني بيني قلت كده يبيني قلت لي بيني دام بقول بقى يعني وحو يبيني واحتر كده يبيني قال بس لما كان قبرت اوكي اسال في عز بحس كده ما بيش يعني بس كان كان مش شغال خالص اخويا عفان هذا وحاجة تبرتيو أو ما أنت تكلم تبرتيو أنت برا السيا ترى سمع هذا سمع تقول لك هي هي بس كل يوم فهم أنا سمع ما تكلم أحسن من كتير هيك بسمع سنة أولى هاي الشركة بطلنا يا سنة كست هي ساعة كست بصوب من دام شركة قاعدون نتذكر يا الله تذكر يا أمي سنة شركة هاسي طبعا تذكر وضع أيوة طبعا شركة طبعا ضغط صومالي لما كانت عزيزين بالكلام وحد إلي بتقص وكي بيوتشا عسيب الله فيه وصوم عام نساعته محرورك كل مصر وباين وقت وحبارها عدو ونسمي عم الله يسوع وكلمية بني وحبارها عدو يكبر لي ربي عم تكبوت عرك راع ناك نسلي تياس وهذا وجه كيما جمعك عدينا تسوى ودوين عنا وراتين جديد سوى أصبح بتسين سبيني بالعكس سستيني بلا فقصت الله كان كتير تيجي تلا آخر وقت رأسي على الله إنه يتعب بلاتفورم ونحسي على الله ما تقدر أقرأ سيد اللي بنقف له كل يوم شتى بعه ونحس بعه بعه وحروح بدن فيني تقتل حالة جميلة حلوة بدن وبدن ونحس بتجميل وفي جزء كانت بتشغل بالعين القرآن هذي لا تنسى وشغلي يعني وقف كتير الله إنه في جرس لي قبله وأمير الله كتير يسوي شيء يقفل بقى كوش يقولك عيادة ليك
waxaa ka dhacay dhalinyaradu waxa leenahay fursad urtiinaya qabaa